لا تا هو جات بدوار مكي صافي في الكاميرا حيد من قدام الكاميرا كيتواجدوا اليوم في مدينة تمارا بالضبط الدوار سوق جديد الدوار اللي اليوم كيخرج كامل كيغوت صوت واحد ريدال هراتنا ريدال غير تنصب علينا ريدال دارت ريدال فعلات شنو السبب اللي خلاهم يقولوا هذا الشيء هذا باش عرفوه دابا واليوم مباشرة من دوار سوق جديد في مدينة تمارا التابع بتراب المقاطعة الحضارية الرابعة اليوم السكينة ديال الدوار خارجة السكينة ديال الدوار خارجة وهازة الورقة ديال الريضال هازة الورقة ديال الموتو علاش هازينا هاد السبب غتعرفو دابا الهواء مباشرة شنو السبب هذا اللي خلاك تخرجي وتقولي ريضال بغات تدي لكم رزقكم ريضال وهازي الورق ديالها السبب كيجينا الغلا حنا نهار الاول النهار دخلنا قلنا ما كاين باس دخلنا حنا بغينا نعيشوا بحال بحال عباد الله ودخلنا الضو قلنا ما كاين باس دخلنا زعما هذا المره الشهر الاول خلصنا 100 درهم الثاني 100 درهم حتى الولاد كانت شي 4000 6000 12000 ريال صافي بيبي غادي نجيبو حنا 12000 ريال نبقاو حنا كتقدروا تتعطيه ما كتجيش تحسب الكونتور ما كتحسبوش لينا ما كتحسبش الماكل غير نجيبو حنا هاد الفلوس هذا هو ما عندنا ما نجيبو ليها والو المغدا الله والعشاء الله كلشي من هي كتقول القانونيه الشهر الاول اللي كنعرف انا يا الطيور والملك الشهر الاول الشهر الثاني كيجيو يحيدوا لي الماكل حنا راه 19 عام داخلين في 20 عام ما محيدينش لينا دابا كتهدد فينا وحنا كما حنا الدوار الوحيد اللي ما كنخافوش الدوار الوحيد ولادنا راكب فينا الشجاعه والقوه الحمد لله باذن الله ما كنخافوش لا حنا لا ولادنا حتى شي حاجه باش تهددها وتقول انا رجعه غنمشي ندير لكم المواد ديالكم تديهم ندور عام السمع ندور عام الشريات حنا كنطول في البوطه ندور عام التيله وتدي الضو ديالها باش تهددنا ما تضلناش وحنا دابا الناس كلهم راه ما عندهمش راه شغمه ديال الدم راه الدوار كله كنقولها وكنعاود نقولها في عنده فقر الدم وديك الشغمه ديال الدم غتحيدها رضا لينا حنا غلطه عاش الملك عاش الملك كنطلب الله وجلالة الملك يدير التفاتة لهاد الدوار هاد الدوار راه مقهور هاد الدوار راه تشرد ولادو كلشي ليه الولاد على بزيعتهم هكا كيديرو كلشي مشرد كلشي مشرد عباد الله مصرف ما تاكل عباد الله راه تشوف كورونا دوزنا كورونا دوزناها من الاسعار شوف هذاك الاخ اللي صوتنا عليه قال لك هذاك الزمزامي ولا اش كيقولوا لي ولا ما عرفتش رئيس مجلس بلدي انتخبوا عليا نحيد لكم الضو ها هي طارت الحمام ما خلاتنا عريش صافي احنا بقينا هنا ما خلص علينا لا دوله والو ودابا حنا كنطالبوا هو يوقف معانا حيتاش راه جا عندنا وانتخبنا عليه كنا غادي ننتخبوا عليه وغادي يحيدنا الضو شكون اللي يشرب راه دابا اللي يشرب انت في التصريح ديالك الاولاني قلتي انه كاين غير التقدير في الاسعار وقلتي ان الورقه اللي جاتك فيها ثلاثه ديال العناوين مختلفه عاودي لنا على القضيه لاكارت ديالي ناسيونال فيها سيدي دوار سوق جديد الورقه الاولى فيها حي معموره الثانيه حي معموره الثالثه دوار الغابه احنا في ديال القاب من قبل بعض الدوار كنعرفوا دوار السوق الجديد اللي كنعرفوا احنا من الساكنه احنا انا البصمه الاولى ديال دوار الصاج اول بنت بانت هي انا اول براكه تحطت هي براكه بقينا 8 شهور قالت لي بوحدنا عاد عمر الدوار باش هما يبقاو كل ساعه فين يصيفطوا الاوراق ديالنا كيمشيو ليه كيجيبوا ما دوك الموظفين تيجيبوا ثاني لعند انا كيمشيو لهاد الجي كنضربوا ماركه حنا كنقلبوا على الاوراق بغينا عاد بغينا نبغوا الاوراق غير باش نمشيو ناخذوا شويه في السكنه ما كنلقاوهمش شحال الاثمن اللي جاوك شحال الثمن اسيدي ها هي 4000 درهم 80000 ريال في مليون و60 مليون و60 عندك 4000 عندك 4000 درهم هنايا غاده ها هي سيدي غاده ثاني 70000 ريال غاده هي 300 و954 غاده في 70000 ريال و4 المليون ونص و20 هادي عندي يا سيدي هنايا ها هي ثاني الاخرى اللي صيفطوا ليا فيها 56 درهم وجوج المليون و60 في من عند شد فهاد الاوراق دابا انت تقريبا وصلت 14 مليون فين الورقه اللي غنشد ما عرفتي الورقه اللي غادي نشد والو
ودابا اللي كنطلب من المدير الميساج ديالي اللي كنوصل ليه شي حيت لينا الضو ديالو ما بغيناش. حنا الضو ديالو ما بغيناش، حنا بغينا نضوعوا بالشمع. كنا كنضوعوا بالشمع كنا بخير. دابا مدخل لينا حنايا الضو كيقول لك قانوني. ما قانوني ما والو. مين هو قانوني يا سيدي؟ شحال مره تحركت عندنا البراري هنايا. براك هي تحركت بالعود ديالها بالبهيم ديالها. مين عيطنا لهم قالت ماشي شغلنا. تحرق لينا الضو ثاني في براك اخرى قالت ماشي شغلنا. القوات تحاشاك مي كيتفرقعوا تنجيبوا حنا رضا كنخلصوا الكاميو كنخلصوا. كنعطيو 8000 ريال اللي كنعطيو 6000 كل مره. وشنو كيطلب لينا؟ كتطلع لنا القضيه ديال القوات كتطلع لنا في الزباله كتسحب. خديجه غناخذو عاوتاني من السبعين الكرام غناخذو هذا كلام اللي هو خطير. نتوما باقيين معنا من السبعين نتمنى انكم تبارطاجيو معنا اللايف باش الصوت ديال هاد الناس هادو يوصل للجهات المسؤوله باش توقف معاهم ودير معاهم حل. لاننا كنشوفوا الوضعيه ديال الدوار مورانا فهي وضعيه كارثيه. الحاج واش غادي نعاود هنايا؟ انا ولدي انا جاي عند الخدمه. انا جاي حنا راه حنا مريبين من دوار من مكملت. هو تيجي تريب وقول لي دابا دا وين على هاد النقطه تاعي اسكتوا خلوا الناس ناصر من اللي 30 بقينا 30 دابا زادونا زادونا في الاول الباشا بوشعيب والقائد في واحد الغابور داك انا داك 92 قالوا لنا غتكونوا هنا وباغا تحولوا داك قالوا لنا غنعطيكم بلايصكم وجابونا هاد الضو هذا جابوه هنا قال لنا الى ما دخل في الاخر جابوه كاميو قال لك اللي ما دخلش هاد الضو ما غاديش ما يديرش لاكارات وما عطوش هذا السكان وما عطوش هذا الزياد وقالوا لك شنو بغاو شنو اللهم اين هذا منكر اللهم اين هذا منكر اللهم إن هذا ممكن واش غادي 19 سنة تقريبا ماشي 19 سنة كاملة من 2003 وما قطعوش هاد الضو كانوا قطعوه الشهر الأول الثاني كانوا قطعوه واش جيبوا الضرائب والطيفيات كاين ساكن 7 متر كاين ساكن 5 متر عنده 7 دراري ما خدامش ما خدامش أي وناس كبار وناس عاجل المرات يتكرروا الله أكبر ولكن كنطلب منهم خليني نشوفوا حال هاد الضو الأول وعدونا ياه فتحونا من دور مكي هدرنا كنا عايشين على دور مكي وجاو حطونا هنا وشوي قال لك عندكم دار شي خلينا ناخذ فين فين غنجيو واش ولادنا حنا جينا شباب دابا شفنا في الدوار هذا هذا منكر اللهم اين هذا منكر اللهم اين هذا منكر الحاج انت شحال جاتك ديال الموتى شحال جاتك ديال الموتى شوف شوف لنا شي انت عندك فلوس باش تخلص عندك فلوس باش تخلص ما عندي والو راه خدامه عليها المراه هذاك راه خدامه عليها مراته اللي خدامه عليه غناخذو هذا نداء للسلطات المحلية من المقدم القائد سيد الباشا سيد العامل وزير الرئيس مجلس البلدي. هذا نداء هذا المواطن الذين يطلبون منه أن يخلص هذا الضو راه غير مدرك ما قالش يخرج يطلب من ياكل ولكن لا قاسوه راه غادي يخرج يطلب منهم من ياكل راه عامين ديال الكورونا وزيد عام ديال الجفاف الناس مدركة ما صايبهاش ما تاكل الناس العفة ديالها اللي ما خلاتهاش تخرج ثم تاكل ماشي الضو حنا كنهضروش على الضو المي البلاد كاملين في هاد المدن كاملين في المغرب كامل ما كيخلص الضو الا هاد الدوار مالهم هاد الدوار وحدو هو اللي غيخلص الضو مو صبار المغرب كامل ما كيخلص الضو وهاد الدوار خدعوه ونصبوا عليه باش يخلص الضو وين هاد الصوت يوصل محمد السادس الا كانوا هاد السلطه هادي باش تنصب على هاد الدوار من دون المغرب كامل بغينا محمد السادس وصلوا هذا الخبر هذا هي راه ماشي السلطه الحاج راه شركه ريزال الشركه مفوض لها كبيره هي المكلفه الشركه جابت السلطه وداروا هنا هذا المشكل هذا الزباله كامل ديال الزباله ديال كازا ديال الدول ديال المغرب كامل
بلاك ما يخلصوش الضو، وجاو على هذا الدوار ونصبوا عليه باش يخلص الضو. هاد الناس ما عندوش ما ياكلوا، غنخرجوا نطلبوا ما ناكلوا باش ما يخلصوا الضو. الضو يجي يوري البلاك كامل يحرقوا شعوب في العافيه. هاد الدوار كان فضوا حرقونا حنا، يحرقونا ما بقيناش خدامين عامين ديال الكورونا، ما عندناش وزيد العام ديال الجفاف. الناس غير مدرقه العفه ديالها ما قادرش تخرج، ما قادرش تخرج لهم ما تاكل. الناس ما عندهمش الا اللي هو موظف، هذاك راه الصالي ديالو مضمون. اما الناس اللي كتعيش مع بعضياتها راه ما بقاش عندها فين تعيش، راه عامين ديال كورونا. اللي مكوش شي 4 ايام كملها. وزاد هذا العام ديال الجفاف راه غنخرجوا نطلبوا من السلطه تعطينا ما ناكلوا. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. انا كنشد خليه يهضر هذا السيد. انا كنشوف انتم كتسمعوا الشكايه ديال الناس. ميساج ديالي كنوجه لكم مجددا انكم تبارطاجيو معنا اللايف وتفاعلوا ايجابا مع الشكايه ديال المواطنين. وغناخذوا اخر مدخله من عند خليها السيد يهضر، خليها السيد يهضر، خليها السيد. هضرينا على قلتوا ان كاين تقدير تأتمينة كيفاش تشكركم مره اخرى. التقدير اللي كاين ان رضا ما كيجيوش سبيل فيه المواطن، ما كيجيوش على راسك كل شهر وتيقول لك شحال كتستاهل شحال استهلكتي. كيجيو غير تقدير، والتقدير راه في البيت. ملي كتلقى ورقه فيها 4000 درهم راه اوتوماتيك ممكن التقدير، داكشي ماشي منطقي. ملي كتلقى ورقه في الشهر فيها 80000 هذاكشي راه تقدير. ملي كتلقى ورقه كي كتجي 600 هذاكشي راه تقدير. مع العلم اننا حنايا كنلعبوا على مجموعه ديال المستويات. دابا حنا ولينا كتسمع كتفاجئ اننا حنا شي حوايج ما خصنا نخلصو. كتلقى في الورقه ديال الضوء عندنا حنا عندنا الاتاوات، عندنا التطهير. واش التطهير؟ حنايا راه نعرفوا بارك الله كرم الله وجهكم كنديروا 1000 ريال للدار، كنجمعوا 1000 ريال للباب باش نصلحوا الروكارات. هذا الضوء راه الضوء عندنا حنا، راه ماغاديش يتخلص. ماشي انا كنقول هذا الشيء، لان هذه الشركه هذه ملي دار الضوء في الاول، الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث خلصنا. ما سلكاتناش الوضعيه، خاصكم تجيو ديك الساعه تقطعوا لنا الضوء. اما هذه الرساله اللي موجهه وتنقولوا عسى الملك. وحنا راه الناس كلهم مظلومين، الناس كلهم مقهورين، ما عندهمش باش يعيشوا. راه الحياه المعيشيه راه صعيبه بزاف. وشكرا، شكرا لكم. عاش الملك. اذا المتشبعين الكرام غنحاولوا اننا نختموا، لان تابعين مجموعه من الالتزامات. سمعتوا الشكايات ديال الناس، نتمنى ان تفاعلكم يكون ايجابي مع الساكنين هذه، لانهم كما قالوا تقهروا. ودورنا تطبيقا للمهنيه غنحاولوا اننا نطرقوا باب ريدار باش نعرفوا شنو السبب ديال انهم ما قطعوش الضوء، شنو السبب اللي خلاهم يعطيو هاد الفواتير بهاد الاثمنه خياليه. الى هناك نستودعكم الله الذي لا شرع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.